ودائما في سياق الحديث عن الجائحة وتدبير هذا الزمن المستجد في ظل الفيروس المستجد، أعلن سعيد مزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي الناطق الرسمي باسم الحكومة، أعلن أن 80% من الأسر المغربية عبرت عن رغبتها في استفادة أبنائها من التعليم الحضوري. تصريحات الوزير تأتي عقب انتهاء أشغال المجلس الحكومي لصباح اليوم. الإعدادات الجارية للتحضير لهذا الدخول بتنسيق مع السلطات المحلية والصحية من خلال تفعيل التنظيم التربوي وإرساء البروتوكول الصحي، وكذا الاستعداد لاستقبال التلاميذ ابتداء من يوم الاثنين 7 سبتمبر المقبل وفق البرمجة التي تم وضعها وبانخراط جميع فعاليات المجتمع ولا سيما الأطر التربوية والإدارية وجمعيات أولياء أمور التلاميذ. إضافة إلى ذلك، أشار السيد الوزير إلى أن نسبة الأسر التي عبرت عن الرغبة في الاستفادة من التعليم الحضوري تتجاوز 80% إلى حدود صبيحة يومه الخميس 3 سبتمبر.